السلام عليكم. أيام قليلة تفصلنا عن موعد إجراء الانتخابات، انتخابات مجالس المحافظات، فيما تزال العملية تتأرجح على هزات ضربت الأروقة السياسية، أولها دعوات المقاطعة وليس آخرها إنهاء عضوية رئيس البرلمان وما بينها من اتهامات بالتسقيط واستخدام المال السياسي وشراء ذمم الناخبين عن طريق ابتزاز الفقراء والعاطلين وبطاقة الناخب مقابل وعود بتعيينات أو تسجيل في شبكة الحماية الاجتماعية. وبين هذا وذاك فإن نظرية التأجيل أو سحب الشرعية غير واردة بحسب القوانين العراقية التي تحكم الانتخابات والتحضيرات التي اكتملت بحسب الجهات ذات العلاقة، في حين يدور الحديث اليوم عن ورقة أخرى لا تزال بيد الرافضين تتمثل بشرعية المفوضية التي مدد البرلمان عملها وتعرضت لانتقادات كبيرة نتيجة وجود ثغرات قانونية فيها، وهي أن الدستور لا يجوز التمديد إلا بوجود رئيس البرلمان، هكذا يقول أحد الآراء. كل هذه الأمور تترك علامات استفهام كثيرة، أهمها مدى تغيير ملامح الخارطة السياسية بعد الانتخابات، ومن الآن وحتى هذا التاريخ ما الذي ستشهده العملية السياسية من ارتدادات وما مدى تأثيرها على الشارع؟ ارحب بكم مشاهدينا الكرام وارحب بضيوفي الدكتور رافد العطواني الباحث في الشان السياسي، والاستاذ مازن الزيدي الكاتب والصحفي، والاستاذ علاء العقابي عضو تحالف الاساس. حياكم الله ضيوف الاكارم. حياك الله استاذ دكتور رافد، حياك الله استاذ مازن، وحياك الله ومرحبا استاذ علاء. المقاطعه، حمله المقاطعه مستمره. نعم. ليش وقت يعني؟ شنو القصه؟ شنو اللي وراها؟ لو ما حد يعرف اللي وراها شنو. التحية لجنابك استاذ محمد ولضيفك الكريمين وكافة عاملي ومشاهدي قناتكم الموقرة. يعني عمل المقاطعة عمل ديمقراطي ناعم يستخدمه التيار الصدري تعبيرا عن رفضه للأدوات والأدوات المشوهة ديمقراطيا لما تدور او يعني ترسخه هذه القوى السياسية منذ 2003 الى الان. هي تحاول ان تعيد ذات السيناريوهات وذات التجربات الفاشلة التي عاشها العراق، وبالتالي لن يزج التيار الصدري يعني تاريخه ومشروعه الإصلاحي بعملية خاسرة منذ البداية. وبالتالي هو يدعو كما دعا الكثيرون، ليس التيار الصدري وحده، يعني ليس الوحيد هو من دعا إلى المقاطعة. هنالك أكثر من 82% من الشارع العراقي هو مقاطع للعمل السياسي، لأن يرى بأن لا جدوى للتغيير في ظل وجود قوى سياسية متحكمة بالمشهد وتملك المال وتملك السلاح وتملك السطوة، وبالتالي لا تغيير يرتجى من هذه العملية الديمقراطية، فضلا عن أن الكثير من الشارع العراقي لا يرى جدوى بمجالس المحافظات. بس هاي النعومة تقول المعارضة مقاطعة ناعمة. إيه نعم. ليش وقت تستمر؟ تبقون ناعمين لو لا لا هو لا لا ماكو لا توجد خشونة. أين الخشونة بالموضوع؟ دعوة للمقاطعة بصورة دبلوماسية وبصورة ديمقراطية واضحة، لا يوجد خشونة بالموضوع على الإطلاق. يعني راح تستمر هيجي بهالطريقة؟ هو بالأدوات الديمقراطية يسلك التيار الصدري. زين. يعني الفعاليات الاجتماعية، المظاهرات، الاعتصامات، الأهازيج، غيرها 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 من هذه الأمور. أنا أعتقد هذا السلوك القانوني الذي يسلكه التيار الصدري. حسين، اذا المقاطعه ونسبه الانتخابات ما راح تخل بشرعيه الانتخابات. نعم. انتم تريدون
انه شرعيه الانتخابات يصير فيها اخلال. نعم. صحيح؟ نعم. قانونيا المقاطعه ما يعني المقاطعه ما راح تاثر لو ناخب واحد ينتخب، لو ناخب واحد ينتخب راح تمشي الانتخابات بشكل قانوني ما بيها شيء. هنالك اذا ما تجيب هاي النتيجه ليش ليش رايحين بيها؟ اولا انا عندما اشترك بعمليه ديمقراطيه مشوهه بانتخابات لا توجد بها عداله اجتماعيه، بالتالي انا اشتركت بعمليه مو صحيحه مو سليمه، وبالتالي انا جزء من الفشل، جزء من الخراب، الخراب خراب العراق. لا أريد أن أكون جزءا من خراب العراق، فالمقاطعة هي ابتعادي عن الفساد، ابتعادي عن الخراب. حسين مهسا هاي فتحت لك هواي أشياء. نعم. يعني فضل. أولا هاي الانتخابات مشوهة. نعم. زين الانتخابات اللي شاركت بها السابقة وهي نفس الطريقة ونفس الأحزاب السياسية ونفس المفوضية. أولا ليش ذيك ما مشوهة وهاي مشوهة؟ أولا هنالك انسحاب للتيار الصدري قبل الانتخابات السابقة 2021، لأن الصدر رأى بأن هذه القوى السياسية غير جادة بعملية التغيير. اسمح لي دكتور، الانتخابات السابقة كانت عدكم خلي أجذر، مو رأسا تقفز على المعلومة أستاذ محمد. خرج الصدر وقال لن أشترك، وذهبوا له الإطار التنسيقي ووقعوا على اتفاق بأن تكون هنالك أبوية لهذه الحكومة. زين. وجزء من الأخوان الذين يدخلون بقبة البرلمان يشكل الأغلبية، تشكل الحكومة، والجزء الآخر يذهب إلى المعارضة، لكن انقلبوا على التعهد الذي قطعوه للصدر، وبالتالي مآلات العمل بس هاي انقطع هاي هاي فضلا عن هاي رجعوه فضلا عن القانون أستاذ محمد. تمام، هذا رجعوا الإطار قبلها والقبلها. ايش كم انتخابات صارت عندنا شاركتوا بها؟ ينسحب أول انتخابات لم يشترك، شاركتوا بها لم يشترك لدفع الضرر. بعض الأحيان يدخل لدفع الضرر. ماكو ضرر الآن تدفعونه؟ لا لا يوجد ضرر. لا يعني رأى يعني هاي الكتلة الصدرية وليست صدر أنا أقول. بالتالي أنا أقول إحراج الإطار وليس الإطار فقط، يعني كل القوى السياسية التي تريد تدخل بهذه العملية الديمقراطية المشوهة بين قوسين خلي هي تتحمل المسؤولية التاريخية. أنا لا يمكنني أن أدخل مرة أخرى بقوة هي ذاتها أسست لي لتعليم فاشل، لانتشار المخدرات، لعدم السيطرة على المنافذ الحدودية، للمحاصصة، للتبعية. هذه كلها هذه القوة نفسها هي ذاهبة إلى عملية نفسها ذات الأدوات. واضح. أستاذ مازن حياك الله، شنو رأيك بهذا الكلام؟ تحياتي لك يا أستاذ محمد والساده الضيوف والكادر ومشاهديكم. يعني خطاب احتدنا سماعه يعني من زمان، يعني هسه يطلع السيد مقتدى صدر يحط تغريده يقول شاركوا، يتبدل الخطاب ثاني يوم او بنفس اللحظه. فبالتالي هم تيار سياسي لهم حق انه لديهم تحفظات، لديهم رؤيه، شاركوا في حكومات فاسده وفاشله، والان يعتبرون نفسهم هم يريدون يطلعون. هذا شيء خاص بهم. وايضا هي المقاطعه كما هي المشاركه هي حق دستوري، لكن من لديه حرص ووعي على البلد وعلى الوضع السياسي يرى ان وهم الاكثريه طبعا يرى ضروره المشاركه بالانتخابات واقامتها وانجاحها وايصال الوجوه الجيده، الوجوه التي لديها سمعه جيده، ووجوه كثيره يعني جيده، يعني كلهم شباب من المرشحين. ما اريد اشارك الفاسدين والتبعيين. محترمه والمخدرات هذا يكون، انا ما اريد اكون جزء من عدن. حقك هو. انت في الانتخابات الماضيه في كل العراق حصلت على 850 الف صوت. في كل بغداد كلها ب 5 ملايين او 8 ملايين انت حصلت على 300 الف صوت في كل بغداد وليس في مدينه صدر. بالتالي هذا حجمك الانتخابي كما الاخرين عندهم حجم انتخابي. هذا واحد. ماكو احد دق باب التيار الصدري والسيد مقتدى وقال له لا احنا بشاربك الا تجي تشارك وهاي، لا. لان المخاوف اللي صارت هو الاخ يقول انه معارضه مرنه وناعمه، لا. يعني هاي الايام اللي سبقت يعني اللي تلت تغريده السيد مقتدى الصدر، السيد مقتدى الصدر دعت الى المقاطعه، لا بس شفنا جمهوره وتابعين له في بغداد، في مدينة الصدر، في النجف، في البصرة، في كثير من المحافظات، لا بيها ترهيب وتهديد وتلويح ومنع للمرشحين وتهديد للناخبين بالمشاركة، وأكو تهديدات بشكل مباشر. هسه هم
يعني بعضها هم يعني هم بي بصورهم بأصواتهم معروفة، وأخرى تم تهديد بها مرشحين لم يتم تبنيها من قبل جهة معينة، بالتالي معارضتهم ومقاطعتهم مو مرنة لا ولا ناعمة، لا بالعكس خشنة وبها تهديد وتلويح وقطع رؤوس. أكو يعني في النجف وين قطع النجف هذا الكلام شو قطع الرؤوس؟ لا هذا خب لا منو من قائد بالتيار الصدري هسه مو قائد ما طلع قائد شلون هذا بعد هم رؤوس المدينة ورافع الصوت يعني هسه الآن وصلتهم إلى داعش. لا عزيز لا شلون قطع رؤوس هسه احنا نضحك على الناس لا شلون تضحك استاذ مازن هذا كلام خطير شوف فيديوهات عزيزي تمزيق شو اسمه هذا خطاب انا ما قاطعك يثير الفتنه لا موجود هذا موجود لا هذا مرتبط ما تشوفه في المريخ وين قطع رؤوس شنو دواعي تهديد 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 قطع الرؤوس والتهجير وين الهدد رافعين صور سيد مقتدى على صوره جماعات رافعين لا رافعين هسه انا ارفع لك صوره اي عضو عموما لا واقول انا بالمدينه منو يقدر يجرى يسوي هيك شيء ليش بالنجف عموما هسه هذا الانكار ما يفيد ولذلك هذا كلام خطير. الدولة نزلت يعني وزارة الداخلية نزل وزير الداخلية راح للبصرة وراح للنجف ومحافظات وتم اعتقال كثير من ذول اللي تورطوا بتمزيق الدعاية كان هي يراد لها أن تكون متدرجة تمزيق الدعاية منع المرشحين من إقامة مثلا ندواتهم في المناطق اللي يعني نوعا ما التيار الصدري لها حضور بها وتتصاعد فشفنا أكو تهديد بالفيديوهات ما طلع واحد من التيار الصدري قاعد تبرى من عدها صنطة فبالتالي إذا ما تتبرى من عدها يا تيار يا زعيم يا قيادات في المحافظات تتحملوها بالتالي تسبكم أنتم الأقوى على أي أساس هذا يعني يتحملون التصرفات الفردية يعني واحد يشيل أكو تصرفات فردية ما لها علاقة أستاذ محمد إحنا عراقيين خو مو هنود نعرف أنه أكثر الناس انضباطا في العراق هو التيار الصدري ماكو احد يتخذ قرار من كيفه مع هذا نقول احنا اذا اكثر انضباطا بس استاذ مازن اذا اكثر انضباطا فكل واحد يطلع عكس ما معلن بالنسبه للتيار الصدري بالنسبه للي يعلن السيد الصدر فهو اصلا هذا يتحمل مسؤوليه نفسه لا هو شوف بالتالي قلنا اكو مركزيه واكو اكو انضباط عالي بالاوامر وبالتفصيلات هسه مع هذا احنا نحسن الظن بزعامه التيار نقول يا زعامة التيار اكو هاي خلال الاسابيع الماضيه شفنا هذه التهديدات وهذا الترويع وهذا الترهيب للناخبين وللمرشحين هاي ما نجيبها من جيبنا هاي الناس شافتها وعرفتها اذا تشوفوها والناس جاي تشتكي واكو مخاوف واكو تحذيرات واكو كذا فيحتاج لنا موقف للتنديد بهذا الموضوع هم محسوبين عليكم صحيح نقول يا تصرفات فردية فيحتاج موقف لردع هذه التصرفات الفردية بالتالي يطلعون في مناطق ويحشون ويقولون أما بالنسبة للحديث عن اتفاق مع سيد مقتدى صدر على أغلبية وحكومة أغلبية ما كان في عزلة السيد مقتدى وانسحابه قبل الانتخابات جماعة من باب يعني تلطيف الخواطر مثل ما هسه يقولون انه انسحبنا وما حد لطف يعني ما حد طاح علينا وما حد بوسنا في ذاك الانسحاب القوى الشيعية راحت لسيد مقتدى صدر احتراما التيار الصدري وزعيم التيار الصدري وحتى لا يقول بعدين ماكو كلام عن هذا الموضوع انه اغلبية انا عندي ورقة الكلام لا توقيع. انا شايفها وقبل أنا لا تنشر انا شايفها توقيع. الموجود بيها اتفاق على محاربة الفساد وغيرها المبادئ العامة اللي جزء منعتها موجودة حتى في البرنامج الحكومي ماكو اغلبية وغيرها وكذا طبعا في الطموح القوى السياسية طرحوها الشيخ السيد المالكي طرح حكومة الأغلبية السيد عمار طرح الحكومة الأغلبية الوطنية الشيخ قيس طرح الأغلبية الوطنية لكن كل هذه وجهت أول من اعترض عليه تيار الصدري في السنوات الماضية مع هذا راحوا وحاولوا تطيب الخواطر وإعادة المياه إلى مجاريها وحرصا على البيت الشيعي الوضع الشيعي زين هسه حتى إذا هم ما أدري يعني هم قالوا ما حد إجانا ما حد طاح علينا ما حد كذا هذا من ما أحد ما سمعنا واحد قالها هاي مو الأخ دائما يحشيها أتبقى. لا زين بس هو ما يستحق واحد يروح لهم يعني. راحوا أقول لك فيه ما يستحق واحد يروح يسمع من شنو الاختلاف يا أخوان شنو اعتراضاتكم على الموضوع ليش أنتم متخذين هذا الموقف تمام لأنه أنت لا تتحدث أستاذ مازن أنت لا تتحدث عن 850 ألف ناخب ف
فهو من اصل ما شيء ما يتعدى المليونين ومليونين ونص ناقل. فهو يعني معناته مو 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 شيء هين يعني. نعم. شنو اللي اختلف انتخابات 21 عن 23؟ طبعا نعرف انه التيار الصدري سيد مقتدى شريك في الحكومات كلها من 2005 صعودا. في 2018 هو وسيد هذا العامر شكلوا الحكومه وتختاروا سيد عادل عبد المهدي. زين. خوش في حكومه الكاظمي كان معروفه لونها صدري. مع هذا راحوا الاخوان. بس اللي اختلف فيه بعد 21 بعد تشكيل الحكومه السيد مقتدى صدر بعد ما فشل المشروع السياسي اتهم الكل بانهم فاسدين بعد حتى حب الحسين ما يجمعنا وبعد ما نلتقي وياكم. فانت وصل هو وص يعني هو يعني قطع يعني احرق المراكب وقطع الجسور. فمن منو بعد يحكوا وياه؟ و يعني اذكر انه حسب معلوماتي اول من اتصل بالسيد مقتدى الصدر يعني في بعد قبل او بعد قرار الاقاله استقاله نوابه سيد عمار الحكيم، وايضا يعني دعا للتريث بهذا القرار وبقائه في العمليه السياسيه وابقاء كتلته ضمن الفضاء الوطني. لعب دور معارضه لكنه كان مصرا، وبالتالي يعني القرار اللي اتخذه السيد مقتدى الصدر هو وحده بهذا الشيء. تمام استاذ علي حياك الله. كمرشحين يعني الان حديث عن تهديدات عن مشاكل بالشارع، هذا الحديث اللي سمعناه من الاستاذ مازن، انتم شنو تواجهونه بالشارع الان؟ تحيه طيبه حياتي. الى جنابك استاذ محمد والى ضيوفك الكرام والى جمهور قناه الايام. الحقيقه اول مره خلينا نتكلم عن كلمه الانتخابات. الانتخابات اغلبيه الباحثين في الشان السياسي يقولون انها ممارسه ديمقراطيه. انا اشوفها مو ممارسه ديمقراطيه، انا اشوفها ممارسه وطنيه. هاي اولا وطنيه نعم. لان هي تشمل جميع افراد المجتمع العراقي. زين. اضف الى ذلك انا اشوف الانتخابات هي يا اما تجديد لمن موجود في السلطه او تغييرهم. هي هاي فرصه لك انه يا اما اذا ما راضي عليهم اطلع غيرهم. زين. واذا راضي عليهم بقيهم خلاص. على شنو يعني اطلع ايدهم مره ثانيه. مقاطعه الانتخابات لن تجدي. انا اريد اسال سؤال الى اخوتي اللي موجودين الان بالاستوديو. خلي يعطوني تجربة سياسية مورست في إحدى الدول كانت فيها مقاطعة وجاءت بثمارها، والدليل أنا ما سمعتك أستاذ علاء. أقول أنا مقاطعة سؤالي مقاطعة شنو مقاطعة الانتخابات شنو؟ ما إجت في أي دولة مثل أي دولة من الدول مارست مقاطعة الانتخابات وجاءت بنتائجها. زين. والدليل على ذلك عام 2006 أول بداية للانتخابات كانت المناطق الغربية تدعو لمقاطعة الانتخابات. تمام. لعدم وجود عدالة اجتماعية مثل ما قال الدكتور رائد المحترم وتحياتي جنابه. قال احنا مدى نشارك بالانتخابات لعدم وجود عدالة اجتماعية. زين. فبال 2006 اخواننا بالمناطق الغربية كل الاحترام لهم ايضا قاطعوا الانتخابات، قالوا ماكو عدالة اجتماعية. ماذا حدث؟ مشت الانتخابات وخرجت نتائجها. وكل القوى السياسية المقاطعة والمشتركة اشتركت بعام 2006 ومشت الموضوع على ما كان عليه. وموضوع حتى اللي تكلم به استاذ رافد الحبيب الغالي المحترم اللي اكله كل الاحترام انه موضوع الحكومه الاغلبيه اللي ما صارت مع عام 2010 ايضا كان الدكتور اياد علاوي كان فائز بعدد مقاعد اكثر من الاصوات. زين. لكن فسرت الماده 76 انه الاكثريه اللي هو بعد الانتخابات مو قبل الانتخابات. فهو هذا الموضوع اذا تقول لي خلاف قوانين الدستور خلاف الكذا مشت هي هذه، فما ممكن بعد تسن بقانون او بقرار او برؤيه جديده. هاي واحده. اضف الى ذلك احنا الانتخابات هي مثل ما قلت لك ممارسه وطنيه، وبنفس الوقت يعني الحقيقه هو صندوق عقاب وثواب. انا اليوم من اريد اقاطع انا مع المقاطعه. اليوم هي استاذ رافد مع المقاطعه. ولكن ان تاتي بثمارها. انت تتحاسب شخصيات سياسيه، شخصيات برلمانيه، شخصيات حكوميه، ما هو الجدوى من المقاطعه؟ اذا اكو بها نتائج انا اوافق عليها. اضف الى ذلك احنا اليوم يعز علينا انه تيار كبير مثل التيار الصدري المحترم واللي له قاعده جماهيريه وله تاثير بالشارع انه يعلن المقاطعه، لان هم ناس لهم كل الاحترام، لهم كل التقدير، لهم كل التأثير، لهم تأثير كبير بالشارع وعلى المجتمع العراقي،
وايضا اضف الى ذلك يعني هم صوت مؤثر بالبرلمان، وحتى انسحابهم من البرلمان بالدوره اللي فاتت انا اشوفه برايي الشخصي، احترامي لرؤياهم وخطواتهم واحترامي الى سيد مقتدى اللي انا احبه جدا، فتحوا الساحه للاخرين. انت معترض على الاخرين، ليش تفتح الساحه للاخرين؟ زين تقول انا ما اشارك، انا حكومه اغلبيه، ابقى معارض داخل البرلمان. انت اليوم الانتخابات هذه اللي ما عاجبتك انت تركتها، انت لو باقي بالبرلمان كان ممكن تعترض على قانون الانتخابات وتعترض حتى على تاريخه، لكن انت فتحت المجال، انت تخليت عن هذا الدور. وايضا اضف الى ذلك موضوع المعاناة للمرشحين وتمزيق الصور، احنا نشوفه هسه هاي انسحاب التيار الصدري هذا اهم اجت من مصلحتكم الكتل الجديده؟ لا والله استاذ محمد، احنا بالنسبه لنا خاصه الكتل الجديده والمستقلين مؤمنين بان انه كل فرد عراقي يحق له المشاركه بالانتخابات ويحق له انه يمثل المجتمع اللي يعيش وياه. تمام، احنا ما عندنا نظام الاقصاء ولا عندنا نظام انه او فكر او رؤيه انه نفرح بمجتمع او تيار عقائدي او ديني او مدني انه ينسحب من ممارسه ديمقراطيه مثل ما يقولون، وانا قلت لك لا هي تجديد للبيعه. هس 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 احنا يعز علينا انه التيار ينسحب، يعز علينا انه اخواننا بالاطار ينسحبون، هي ممارسه للجميع. والشعب اذا كان مؤمن بالحزب السياسي اللي موجود بالحكومه انه يستحق التجديد فلي يجدد له اخوانك، واذا ما مؤمن بالامكان اختيار الجدد. زين اخوانك بالتيار فقط هم المنسحبين، واكو غير التيار اكو كانوا 80% من الناخبين 80% صح؟ كانوا ما ينتخبون اصلا. لا حسب احصائيات المفوضيه بالانتخابات الاخيره 42% مشاركين، فمو 42 مفوضيه خلينا نقول 60، فهم 60 هم نسبه كبيره 18% فقط. انتم الان تواجهون تهديدات بالشارع لو لا؟ بالنسبه لي شخصيا انا ما عندي تهديد. غيرك؟ بس انا اقول لك شغله واحده استاذ محمد، احكي لك شغله واحده، نعاني من تمزيق الصور، وانا لا اتهم جهه معينه. زين قد البعض الان يتهم التيار الصدري، لكن انا اقول ايضا يجوز بعض من الاحزاب استخدمت تمزيق الصور لاجل الطعن بالتيار الصدري، مرات تسبيبه للتيار الصدري. مرات علما علما ما انفي انه اكو بعض من الشخوص اللي يدعون انه منتمين للتيار الصدري يمارسون هذه العمليه، لكن في نفس الوقت التيار الصدري واجب عليه الانتباه لهذا الموضوع انه بعض الاحزاب ممكن تستخدم اساليب اعنف من هذه وتنسب تحصب براس التيار. طبعا. لذلك واجب على التيار الصدري كاخوه واحبه انه احنا نحترمهم ونعزهم انه ينتبهون لهذه الظاهره، مقاطعتهم قد تستخدم لقتل مثل ما قال استاذ مازن المحترم او الاساءه الى جهات معينه مرشحه بالانتخابات وتحصب براس التيار. لذلك اليوم مقاطعة التيار وظهور بعض الشخصيات بالتنديد بالعملية المقاطعة قد تعصب بعض الأمور برأس التيار وهو بعيد عنه. خلي جاوب دكتور رافد لأنه هواي كثرته هواي تساؤلاتي والله هواي. أولا يعني أهمها الاتهام الخطير بقطع الرؤوس لأستاذ مازن، هذا عليه يعني يرد عليه، هاي فتنة وطرح غير عقلائي. من حمى الشيعة وقطع رؤوسهم هو الجيش المهدي عندما كانت اللطيفية. أنا قلت لك واحد طلع لا 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 خليني أجاوب، لا لا خليني صورة سيد مقتدى، لا شايل هذا الكلام، هذا الكلام مو من جيبي، هذا انت ما تشوفه غض النظر كيف، هذا كلام خطير، هذا فيديوهات تمزيق وتهديد للناس، كلام خطير وتهديدا في حي الرحمة في النجف. هذا أكثر من مرة استاذ مازن بالإرهاب. لا هذا يسمونه مزايد، هذا مزايد، هذا مزايد، هذا الكلام اتهمتهم بالارهاب، ما اتهم، لا اتهمتهم بقطع الرؤوس، هذا كلام، هذا مزايد امام، هذا مزايد، هذا مزايد، هذا مزايد. استاذ مازن انا قلت لا مو صحيح، هذا مو صحيح كلامك، مو صحيح، لا ما اسمح لك تكمل، ما اسمح لك تكمل، هذا كلام مو صحيح، هذا كلام مو صحيح، لا اكو اشكال، لا اكو اشكال ابدا، كلامك مو صحيح. انا جايب اكو فيديو يهدد بقطع الرؤوس، ما تجي تتهمني وتخلي الكلام على فمي مو صحيح، ما اسمح لك، 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 هذا كلام، هذا كلام مزايدة وحيلة العاجزين صراحة. انت جنابك استاذ بس اسمح لي، لا لا صار كلام قدامك، هذا كلام وتحريج وحرب، ارجوكم اثنينكم لا عزيز، لا عزيز مو صحيح، بس اسمح لي قطع الرؤوس، بس اسمح لي، هذا اسمح لي، هذه خطابات يا اخي، اسمح 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 لي، اسمح لي، تهديد
اكثر الناس تبعين التيار ارجع اكو فيديو لشخص من الشخص قال لك اكو فيديو لشخص يهدد بقطع الرؤوس. لا اسمح لي اسمح لي ما صار اتهام التيار بالارهاب قال هسه يقول لك اتهم بالارهاب. تاريخ التيار المشرف عندما جاءت المعارضة العراقية إلى بغداد وكانت لا تفرق بين باب الشرج وباب المراد، كانوا جيش المهدي ساكنين في بساتين اللطيفية لحماية الزوار، وهذا تاريخهم المشرف. هم منحموا الشيعة أن تقطع رؤوسهم. هذا الكلام مو صحيح الأستاذ مازن. شو مو صحيح؟ شو مو صحيح؟ سيدي أقول لك أكو واحد طلع بتظاهرة ويا ناس حي الرحمة بالنجف روح حط منو حي الرحمة؟ منو حي الرحمة؟ بعد ماكو هذا طرف ثالث. هذا ما مسموح لك. شلون تبني عليه؟ ما مسموح لك. ما مسموح لك. شلون تبني عليه؟ شلون تبني؟ لا لا ما يصير ما يصير ما يصير. انت تتهم التيار. هاي حاله لا يمكن ان هاي حاله لا يمكن ان تعمم على التيار. استاذ محمد ومن جانبك ومن جانبك دكتور رافد هو ذكر حاله لا يمكن ان تعمم على التيار أخي الصدري. أنا شفت ومن جانبك ايضا لا يمكن ان يعمم انه التيار الصدري ارهابي. هذا مو صحيح. اولا شوف استاذ محمد لا تذكركم ما ذكرتوا استاذ محمد انا اقول هنالك طرف ثالث ما ذكرتوا انه التيار الصدري ارهابي ما تحدثتوا بهالطريقه. لا هو اللي يقول ويتهم هسه يقولني ماذا ما اقول انه انا اتهمت. انا اقول ناس قالوا خلونا من هذا الموضوع جاي نقول انه تلافيا لهذا الموضوع يجب من على زعامة التيار اصدار موقف لمنع هذا الانزلاق. وضحت اما اتهام مو صحيح. تتكلم على كيفك يعني دكتور زعامة التيار هم مو بيدك يعني تنزل تغريده بعد هو انا اقول انا هذا الموضوع إيه؟ يتحملوه يعني اذا ما نزلوه تحدثت لو بيدكم حتى الجنسيه سقطوها من مقتدى الصدر. هاي وحده. اثنين انا اقول جمله من المغالطات. لا 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 اول خلي جاوبه. لا ما يصير هيك زين غير جاوبه. تدخل بسجال. لا ما ادخل سجال بس اجاوب على ذن الثاني. واحد يقول للثاني ترهاب وانت كذا وانت هذا ابدا والله الكلام المحترم وانطيته وقت كافي زين. لكن انه يتهم التيار بقطع الرؤوس لا لازم اجاوبه. تكرار للاتهام هذا تكرار لو ما تكرار. وانت انت ضابط ايقاع الحلقه وتسمعني وماذا قلت. اما الكلام بالطريقه هذا اتهام. هذا مو صحيح. ما يصير واحد واحد كان بتظاهره وشايل صوره ويقول انا هسه اذا نفها هاي يسموها كل واحد شايل افضل واحد للدفاع الهجوم اختزل الشارع يعني معناته تيار انه التيار الصدري ممارساته غير ارهابيه. جيد هذا يحسب ولا قلت انا قلت انا شخص انا قلت كما كالتالي قلت شخص هدد بتهجير وقطع رؤوس وشايل صور للسيد. هسه هاي وجهه وضحت من يمك استاذ مازن وروح الدكتور روح على غير الاخر. انا ايضا انطي فيديو شخص شايل لعلم الحشد الشعبي ويمزق بصوره الاساس تمام وكنا شفناه. انا ما اتهمت الحشد قلت جوز شخصيات. هذا اساء للقاده الشهداء واساء بشكل سيء جدا والناس راحت له مو مزقت صوره وقفت قدام بيته مثل ما سويت ويا ابو عزرائيل يعني. ايه ابو عزرائيل زين ابو عزرائيل جابك علي اولا قال 58 لا هو لا مو اولا تحياتنا لكل الاخوان الطرح يجب ان يكون عقلائي وندعو الى التهدئه. طبعا البعض هاي شوف تعرف شنو اللي يدير دون يسووا استاذ محمد. انا اعتقد كل هذه الحركات اكو متهورين بالسياسه داخل البيت الشيعي وهذا جزء من ضرب محمد الشياع السوداني والصراع على اسقاط محمد الشياع السوداني. زين فبالتالي انا اقول انه المقاطعه ركن اساسي من البيت الشيعي دعا الى المقاطعه لانه لا يرى جدوى من العمليه الانتخابيه لانهم ذاهبين لان الانتخابات لا تعكس صناديق الاقتراع. تفوز ما تفوز انت واحد يقول لي اوزان اجتماعيه، واحد يقول لي اوزان سياسيه، وبالتالي لا قيمه لعمليه التغيير، ماكو قيمه، وحتى قوى ضربوا لك مثل، ضربوا لك مثل مو اكثر من مره ينضرب هذا. يقول لك السنه مقاطعتهم بالانتخابات اضرتهم كثيرا. اي اضرتهم وهذا نفس القصه راح يصير مع التيار الصدري. لا الصدر راح يصير اضرار بالتيار الصدري هكذا يقولون. شوف الصدر مو لا يمكن قياس التيار الصدري كباقي القوى السياسيه. القوى السياسيه تعتمد على جمهور نوعي اللي هو
عن طريق أخذه لوزارة، أخذه لمدير عام، أخذه لحكومة. هذا التيار الصدري فلسين ما يشتريها، عنده رابطة عقائدية مع قائدة، ويرى أن خطوات قائد مقتدى الصدر هو مبرئ للذمة الوطنية والشرعية، وبالتالي لا قيمة لمنصب مدير عام وزراء. وانت تعرف لا بس هو تخلى ما يضر بالتيار أبدا. ازدادت شعبية سماحة السيد مقتدى الصدر ولديه جيلا بعد جيل يتكرر. يعني السيد مقتدى الصدر ما يحتاج شعبية لا أصلا لا ولا شنو الضرر الضرر شنو يعني شنو الضرر اللي يقع على التيار الصدري؟ تقل جماهيريته؟ ما قلت جماهيريته. بالدليل على ذلك استاذ مازن ذكر مغالطة، يقول انتو حصلتوا على 850 ألف صوت من أصل شقيت 95 مرشح. شوف للإطار كم مرشح قدمه، قدم أكثر 150 إلى 200 مرشح، وبالتالي مليونية. وبالتالي لو تجمع راح تكون خسارة الإطار التنسيقي مضاعفة بالنسبة للتيار الصدري. نعم، وبذلك أنا أقول متفوق سيدي، مو ما تنقاس عدد، لو عدد شو ما تنقاس عزيزي. إذا عدد فهو التيار الصدري 73، تقول لي مليون 73 ملكيتك مليون سيدي. أنت جبت لي 200 مرشح أستاذ مازن، ما عموما النتيجة عزيزي النتيجة جيد. النتيجة هو أكثر من عندك 73، وأنت خمس قوى كلاسيكية قديمة، وعدكم وزارات وعدكم تأييد وعدكم كذا كذا كذا، وما قدرتوا. للتيار صدري بسيط تشكل بعد 2003 يقوده بيت من الحنانة. كم اللي أنا أعطيتك حق الرد على الإخوان، لأن الإخوان وجهوا لك كلام. وبالتالي أنا أقول لا جدوى من عملية، ما لا الصناديق أو الانتخابات لا تفرز، يعني لا تعكس صناديق الاقتراع. تفوز ما تفوز راح الاخوان يشكلونها على طريقه المحاصصه. تمام، اكو ناس والاخوه المستقلين اكو ناس سؤال كلش مهم يطرح. ايه تفضل. انه انتم اليوم انتم هاي الفتره جزء من العمليه السياسيه وممثلين بالحكومه. ايه غادروا في حكومه المالك الثانيه. خليني اكمل سؤالي. تفضل. انتم من باب توصفونهم بانه فاسدين وتبعية وحرامية وكذا كذا 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 كلهم. نعم. بالطريقة. نعم. وأنتم مقاطعين الانتخابات. نعم. من باب عندكم مسؤولين بالحكومة، نفس الحكومة اللي بيها فاسدين وبيها عملاء وبيها خونة وبيها تبعية. زين دولة المن مخلينهم أنتم؟ المن مخلينهم التبعية؟ تم تجريف وأخذ صلاحيات. أولا تم تجريف تقريبا ما يقارب 90% من الموظفين الصدريين. وليس تمثيلهم الحكومة. ايد اسمح لي، من المسؤول استاذ حميد محمد؟ الغزي مو هو بس حميد الغزي وحسين العواد وكيل وزير الداخلية. أيوه مو من عندكم. أيوه فلان مو من جمدوا اولا. لا جمد ان منظالين ما يطلعون. سيدي الكريم موظف، شنو موظف هذا التسلسل؟ خلي يطلع من ليش يطلع؟ والله اشرف ما يتجمد. لا 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 يتجمد، لا مو يتجمد استاذ. اولا يعني تم تجريف. شو وقت واحد من التيار الصدري مجمد وساكت؟ شنو مجمد يعني؟ إيه صلاحيات، صلاحيات اللي أعطاها السيد الكاظم للأمانة العامة لمجلس الوزراء تم إلغاها. كثير من القرارات أيضا الوكيل الأقدم وزارة الداخلية أيضا جمدوه. فضلا عن 90% إلى 95% من الموظفين الصدريين تم إقصاهم وطردهم من مناصبهم، ما بقى بس 37 درجة. شنو موظف؟ موظفان حكومة السلسلة وصلت مدير. إيه موظف؟ لا موظف بدرجة موظف لو عنده منصب. سيدي الكريم استاذ محمد، احنا دولة عراقية لو دولة عراقية. انا السلسليت وصلت الى مدير عام. اي يعني مدير عام. مدير عام ما عين السيد السوداني، بالعكس تم اقصائي. هو انا شنو اطلع؟ ليش اطلع؟ ماكو واحد السلسل. لا ليش؟ بس اقيلوا لانه هم بالتيار الصدري. نعم. ايش كم واحد؟ يعني حسب احصاء الاخ علي تميمي المحافظ الاسبق. يقول ما بقى لنا فقط 37 درجة والباقي كلها 37 منصب عندكم. اي درجة مدير عام وكيل مدري شنو مدير عام وكيل كذا معاون. هو سؤالي ما تشوف اكو تناقض بين واحد يقول عليهم فاسدين وتبعية وقاعد وياهم مشارك موظف؟ هسه انا موظف، انا حكومة. لا يا اخوي موظف، انا احكي عن الموظف. اي ما انا احكي عن مدير عام، احكي عن وكيل وزير، احكي عن امين عام، امين عام مجلس الوزراء. ليش سهل امين عام مجلس الوزراء؟ شنو الجهة الاصدارية؟ ايش بقى ولا حميد الغزي؟ وراح يطلعوه هم يدقون على حميد الغزي وجعفر الصدر، هاي راح يقيلوهم طلعوهم. هو كل هاي الهوسه مال الانتخابات شنو؟ حتى يطلعون ابو الناصريه وابو العماره وهاي وابو النجف هاي. ليش تخلونهم يطلعون؟ ليش تخلونهم يطلعون؟ خلي يطلعونهم هم يردون المحافظين. خلي يطلعوهم مثل ما سووا ويا نجم الجبوري. ابو الناصريه تابع للتيار الصدري؟ لا ما تابع، بس هم يعتقدون كذلك.
زين استاذ مازن الزيدي، ما هو حجم الاخلال بالتوازن اللي يشكل التيار الصدري بالانتخابات؟ حس عوف الارقام. نعم عوف الارقام. التيار الصدري تيار فاعل ومهم جدا من بغداد للبصره، هاي بدون ممثلين عند التيار الصدري تمشي الانتخابات بيا طريقه راح تمشي؟ شوف اذا نحكي من ناحيه وطنيه من ناحيه شيعيه، بس خلي قبل لا اجاوبك حتى يقول لك شهادك وياك، هذا فيديو بمتظاهرين واحد يتحدث قطع الرؤوس ويهدد الناس، صور رافع بيها صور سيد مقتدى صدر، ايضا عندي ناس سيد مقتدى صدر سيد محمد صدر وبالمئات، مو واحد اثنين ثلاثه، هذا دليل، هذا دليل، مئات طابور خامس، طابور خامس طبعا، هذا دليل. هسه بعد انتم تجازون ويا هذا الموضوع، وهذا يعني جاي ياخذ اثره في المجتمع، يعني طابور خامس انت ليش تستبعد هذا الشيء؟ اكو استياء واكو لا يوجد يعني استياء، استياء على طبقه حاكمه، صار عناد بالموضوع، الناس جاي يتحدث حتى في مدينه الصدر. فيما يتعلق اولا هم اخوه، هم يعني نظره الاطاريين وغير الصدريين للتيار انه اخوه شركاء ينتمون الى مدرسه دينيه محترمه، لكن بالمقابل هم لا يبادلون الاخرين في هذا الموضوع، وصلوا الى حد التكفير ومن يقول لك انه ما يجمعنا وياهم حب، حتى حب الحسين ويسمونك بالذيول والتبعيه. اخوي هذا كم مدون انت تمشي بجسمه؟ لا عزيز لا عزيز لا عزيز، صالح العراقي استخدم هاي المفردات قبل الانتخابات وبعد الانتخابات، ليش نحن نضحك على نفسنا؟ عموما انا اقول انه نظره الاخرين لا زين، مع الاحتواء مع المحبه الكلام اللين، وقلت لك اول ما اعلن السيد مقتدى صدر الانسحاب تم الاتصال به على مستوى عالي، سيد عمار اخرين تمنوا العوده اخرين، بس هم وصلوا الى مرحله اخرى بعد، هذا هو قرارهم. اما هم الاخر يعني الموظفين لا طبعا مو صحيح، اذا هو متدرج وسيرته جيده وصعد بكفاءته وما عليه شائبه لا طبعا حرام. هل تم هل تم هل تم اقاله مدراء عامين او مناصب تابعه للتيار الصدري؟ انا استغرب هسه راح موجودين انطيك اسم، راح انطيك اسم، بس لا انا اقول لك راح انطيك اسم، انا راح انطيك اسم استاذ محمد طه الفهداوي وكيل في امانه بغداد، زين من افضل المهندسين الموجود بامانه بغداد، وروح اسال عنه. شوف استاذ هسه بلا اسماء ومجيه بشخص قريب من الاطار التنسيقي، مع العلم انه كل الانجازات اللي حدثت في مدينه الصدر وقالوا هذا السودان هو كان سبب رئيسي بها طه الفهداوي، تمام خليه يروح يسال بعيد عن هذا واحد منه، وهذا متدرج ومهندس اقدم حدث، مهندس اقدم. هل تم اقصاء اقصاء اللي صار؟ لا اللي صار انحدث اكو تمدد من التيار الصدري في بعض المواقع، رجاء منطقتك شاهد احسن، منطقك شاهد، انا اعطيك شاهد يا عزيزي زين. هنالك خلال منذ حكومه العبادي وصولا الى حكومه الكاظم، الكاظم بعد صارت هي الذروه، بعد هو اعلن البيع على السيد مقتدى الصدر زين. وكان تمدد عالي، وجنابك انت مطلع على بعض الـ بعض الـ بعض المفاصل بالحكومه، مثلا عندك وزاره النقل معروفه تاريخيا وزاره صدريه من اصل 12 مدير عام التيار الى 9 زين، فوقس عليها غيرها مثلا التجاره، عندك الامانه، عندك وزارات كثيره صار تمدد على حساب الاخرين، هسه الاخرين سكتوا ودارا وراعة. عموما فتره الكاظمي اخو بعد صار يعني مثلا الاخ هذا الوكيل هو ابن ولايتنا، بس هذا اجى يعني اجى مكان فارغ وش اسمه وصار وكيل، هو اساسا ما عنده مهندس اقدم من لا لا افضل المهندسين. لا عزيز لا انا احكي عن وكيل وزاره الداخليه، احتراماتنا الا ما اعرفه انا شخصيا زين، بس هو ما عنده خلفيه امنيه واجى على الحاضر لانه تيار صدري، صعد وكيل اقدم، نوبه مو وكيل عادي ولا مدير عام ولا غير شيء، صار وكيل اقدم. ليش؟ لسبب انه كان في حكومه الكاظمي الدوله مفصله على حسابه في الامن الوطني وغيره. اقول ان حدث انا شخصيا ما عندي ارقام، بس هم في 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 الكثير من المفاصل في الامن الوطني في الامن القومي. الامن الوطني طلعتوا؟ لا وينك هو الموظف ليش هو محسوب عليكم؟ ها محسوب عليكم؟ لا مو انت تقول الامن الوطني. لا لا تمدد، لا لا تمدد تمدد، هو في العاده قلنا لا بالعاده 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 استاذ محمد هم يقولون بالعاده بالعاده بالعاده، هسه احنا ما يتهمون ما نريد نسوي الامور ورديه، في العاده المناصب توزع على القوى السياسيه، مثلا في 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 وزاره التعليم كذا، في وزاره النقل كذا، اكو تمدد. ان حدث هذا اللي انا ما راح اكذب الاخ، بس اقول ان حدث فهو هنالك اعاده
إعادة ضبط المصنع مثل ما يقولون، اكو إعادة ضبط وإعادة توازن داخليا. تمام. أما إقصاهم على أساس أنه هم صدريين، نعم، هذا لم يحدث، هذا لم يحدث، هذا لم يحدث. إقصاء على أساس على أساس أنهم صدريون، هسه ما أدري أنا هذا الموضوع إذا صاير أو لا، بس هذا 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 شخصيا أنا أقول أنه المفاصل العليا ما زالت بيد الأخوة الصدريين وما حد مسهم. يعني سيد حميد حميد الغزي محترم ويمارس عمله، أنت عينته حميد الغزي خليته، نعم عينته أنت الإطاري الرجل من حكومة عادل عبد المهدي، بالتالي منو هو حكومة عادل عبد المهدي؟ مو محسوب علينا ولا محسوب عليكم؟ شنو محسوب علينا وعليكم؟ يسمونه حكومة إطار؟ من هو؟ عادل عبد المهدي. ايه وبالتالي تظهرون عليه شنو؟ عادل عبد المهدي المظاهرة. ايه بالتالي المظاهرات أيدتها المرجعية. حكومة ومن طرد السيد عادل عبد المهدي طرده في المرجعية. جاي نروح احنا على مغالطات. مو مغالطات. أنا أقول هذا الشخص محترم ويمارس عمله وما عليه مضايقات، والآخرين الموجودين لا عليه مضايقات كثيرة. ماكو. تمام. الاخوان المدنيين خلينا نسمع صوتهم. استاذ علاء. نعم استاذ، انا الحقيقه اريد اعلق على الطرح اللي صار بين الاخوه الاعزاء. احنا الحكومات اللي شكلت من 2006 ولغايه هذا اليوم هي حكومات اقصائيه. اقصائيه؟ اقصائيه. كل حزب او حكومه تاتي تقصي اللي قبلها. زين. وهذا احنا شفناه على مدار السنين المضت. اضف الى ذلك انه يا ريت احنا باللقاءات، يعني هسه يمكن الحوار الشديد اللي صار بين الدكتور رافد وبين اخوي الاستاذ مازن، هذا ياثر ترى حتى شعبيا، يعني ياثر على الجماهير، يسوي احتدام. واتمنى انه نغادر هذه اللغه، نتحول الى اللغه المدنيه، اللغه الهادئه، لان ما راح يستفاد المواطن بالاتهامات هذه. كل احنا اخوان، وكل احنا نحب العراق، وكل احنا نسعى لبناء العراق، ويا ريت يكون حوارنا هادئ مفيد، خاطر الناس تستفاد من عنده، خاصه واحنا مقبلين على الانتخابات. يعني دائما انا اركز على انه تكون اللقاءات السياسيه لقاءات مفعمه بالفكر، مفعمه بحب البناء للعراق، التطور، وياريت اختلافاتنا السياسيه وقراراتنا السياسيه اللغه بها بها خدمه للبلد، يعني خدمه للبناء، خدمه للاعمار، مو من اجل انا اسقط تيار معروف او اطار معروف او حزب معروف. هنا المواطن راح يفقد الثقة وراح يشتتون، يعني راح حتى يشتت المواطن. لا هذا حوار احيانا يكون بلبس، هسه هو سبب الشد او تصاعد الحوار. والله انا جهتي انا احترمه، نوع من اللبس، انا جهتي انا اقدرهم واحترمهم بالكلام والمتبنيات مختلفة، لكن هذا حوار المفروض ما يعكس حالة من الكراهية. لا هذا اختلاف وجهات نظر. المشكلة المشكلة استاذ محمد، نحن نتعامل مع عقل جمعي، عقل جمعي يتأثر باللغة اللي يسمعها. زين. فاحنا انا بالنسبة لي كرجل مستقل، انا داخل بالائتلاف كمرشح، يعني انا مو مثلا من مؤسسين الائتلاف، خاصة انه جديد، بس كمرشح داخل، بس انا انتمائي الحقيقي مع حركة الوفاء ويا دكتور عدنان الزرفي. زين، بس انا بالائتلاف الاساس شفت عندكم ايش كم واحد خوش يبلطون، ايش كم واحد خوش يسوون هاي البطاقات مال 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 الرعاية الاجتماعية، يعني شادين حيلهم ما شاء الله، زينين. يعني استاذ محمد اكو عندنا لغة بالشعبية يقولون ماكو زور يخلى من الواوية. شلون؟ يقولون ماكو زور يخلى من الواوية. بس والله واوياتكم خوش واوية. لا والله لا. والله واوياتكم سنعين. لا حقيقة شوف، خصوصا بالتبريد انا ما اشوف اجمل ما في المدنية، اجمل ما في المدنية انه يتكلم الاله واللي عليه. اجمل ما في المدنية. قد نتهم انه مو مدنيين. بعدكم بسم الله صارت عندكم واوية. انا ما قلت علينا. انا ما قلت علينا. لا انا ما ابري استاذ رافد. انا ما اتهمت الائتلاف. ايه. فهو قال اكو، انا ما قلت له اي موجود. لا انت قلت كل زور يخلى من الواويه. قلت لك ماكو زور يخلى من الواويه. زوركم الواويه البيبل العفو شوارع. تسمح لي تسمح لي لا تقولني ما لم افضل. هاي مال الدعايه الانتخابيه. لا انا رجل، انا رجل ويسوي نفسه استاذ محمد حقيقه. وزين ايش وصلكم انت استاذ محمد وزاره العمل الاداريه؟ استاذ محمد انطيني فرصه، لان الاخوان اخذوا فرصتهم بالحديث وانا كنت مستمع جيد. انا ما عندي مشكله اعطيك فرصه، بس انت انا من قلت ماكو زور يخلى من الواويه مو معناه اتهام لكل الائتلافات والاحزاب او اتهام الائتلاف الاساسي اللي انا بيه. زين انت شفت هذا الموضوع، انا ما شايفه، انا ما اقدر ابري. انا اليوم اختلف عن بعض النقاد السياسيين او بعض الاخوان اللي منتمين للجهات السياسيه يدافع باستقتال عن الحزب او الائتلاف اللي بيه. انا ما ابري، اقول اكو اخطاء،
اذا قابل احنا ما بينا واحد معصوم يا استاذ محمد. هسه جنابك مثل ما قلت اكو ناس تستخدم السبيس واكو ناس تستخدم الرعايه الاجتماعيه واكو ناس تستخدم تكرم المجاري والمحوله والمولده وما ادري شنو لكسب الاصوات، وانا طبعا من الرافضين حتى لو كان في ائتلاف الاساس من يعمل على ذلك فانا رافض لهذا الموضوع. زين. ليش استاذ محمد؟ لايماني انه الشعب العراقي يستحق ان يكون في مصاف دول الخليج. وهذه الطريقة لكسب الأصوات أو لجذب الجماهير أنا أشوفها نظرة السياسي نظرة الطبقة السياسية. تسمح لي بس أكمل، خليني أكمل توصل الفكرة. لأن أنا هذا أعتبرها نظرة فوقية من الطبقة السياسية للمجتمع العراقي ويعاملهم كالعبيد، بحيث أنهم يمنعون عنهم الخدمات طوال 4 سنوات وقبل الانتخابات يطلقوها إلى من أجل كسب الأصوات. فأنا أرفضها رفض قاطع إن كانت من أي حزب أو مكون أو حتى من ائتلاف الأساس. واضح أستاذ علاء. هسا إحنا الكتل السياسية اللي عندها وزارات نقول مستغلة الوزارات وقاعد توزع محولات وتوزع رعاية اجتماعية ويسوون تبليط من البلديات ويطلعون البلديات وما أعرف إيش. أنتم بعدكم تستوكم هسه توكم حتى واويتكم بعدهم صغار. لا تخاطبني بأنتم. بس اسمح لي. لا تخاطبني بأنتم. بس اسمح لي خليني اكمل. قل لي انت او هم. ها؟ لا تخاطبني بأنتم. انا انتم الحزب السياسي الكيان. لا انا قلت لك انا انتمي الى حركه الوفاء العراقيه اليمين العام دكتور عدنان الزرقي. تمام. هسه دخلت بالائتلاف بعمليه انتخابيه بائتلاف الاساس. هسه واضح. انتم بعدكم جدد. هسه بعدكم جدد. لا عندكم وزارات، لا عندكم كذا. منين شلون تطلع له رعايه اجتماعيه؟ شلون تجيب البلديه وتخليها بالله استاذ محمد راح اتكلم وياك بصراحه مطلقه جدا. لم يتكلم بها اي مرشح سابق. الائتلافات دائما تكون هي عباره عن مكونات سياسيه مجتمعه. زين. هذه الائتلافات يدخل بها عده نواب وعدة كتل سياسية وأحزاب سياسية بداخل هذا الائتلاف. قسم من هذه المكونات السياسية أو من الأحزاب السياسية اللي داخلة بالائتلاف إلها وجود أو تمثيل في دوائر ومؤسسات. زين. فقسم منهم من يعمل لمرشحة اللي يريد يفوز يقدم له التسهيلات بالرعاية ويقدم له التسهيلات من الكهرباء ويقدم له كذا بحيث يبتعد عن المساواة مع المرشحين اللي موجودين بالائتلاف. هذه موجودة بالعملية الانتخابية سواء هذه الحاضرة أو السابقة أو اللي قبلها. زين. لذلك ما يشوب الانتخابات بعض هذه الحالات السلبية، وهو طمع من أجل الوصول للكرسي لأجل صالحي. مثلا أنا برلماني ومدخل لي 3-4 بالائتلاف، أنا ذولا أمشي لهم معاملات بحكم سلطتي، موجود أنا قريب إلى الدائرة والمؤسسة الفلانية، وهذا أولا بها غير عدالة، ما توجد بها العدالة الانتخابية. أضف إلى ذلك هذا التلاعب بجراح الناس وأيضا تسخير لأجل يأخذون أصواتهم نتيجة حاجة الناس والمواطن. كذلك أستاذ محمد ما يعاب على النظام السياسي تأخير بعض المعاملات والإجراءات القانونية، القسم منها تنضم إلى قبل الانتخابات لأجل مساومة الناخب على صوته بحيث يوفروا له هذا العمل. زين. أنا هذا كلامي دليل على أنه أنا رجل مستقل وأتكلم لصالح شعبي. لأن كثير من المرشحين لا يتكلمون هذا الكلام. قاطعين هاي أنت تقول لهم تراجعوا تعالوا اشتغلوا بها، وأنت نفسك تقول عندهم هيك مشاكل وهيك ووزعوني بالواوية والمدرية. ما سمعتك. لا 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 لا. ها. لا لا لا. أنت قلت أكو مرشحين يمشون مع الرعاية. أي. قلت لك والله على قولتهن العراق كله، يعني انا من احكي مو على ائتلاف الاساس، لا احكي على كل الاحزاب وكل المكونات بالاساس. انا احكي عن تاريخ الانتخابات. هذه كلام ما بي اساءه. انا اشكرك استاذ علاء، فقط اشكرك جدا. استاذ دكتور رافد ايضا اشكرك جدا، واستاذ مازن اشكرك جدا. تعالوا لي شباب، اكو فت قصه. هسه احنا افتهمنا تيار الصدري مقاطعين وجهه نظرهم انه مقاطعه الانتخابات هي اللي تجيب النتيجه وهي اللي تقلل شرعيه الانتخابات بالعراق. هاي افتهمناها واضحة جدا، وجهة نظر محترمة. الآخرين يقولون وجهة نظر محترمة، يعني جزء من عندهم يريدونهم يشاركون، جزء من عندهم يعني يستغلون الفرصة اللي موجودة، جزء كذا. هذا لغط كل شوية بيها وتفاصيل كل شوية، بس بالتالي وجهة النظر بالنسبة للتيار الصدري محترمة وديمقراطية. الآخرين الطرف الآخر لا، يقول لك إحنا نريد نشارك بالانتخابات وعندنا الطريق الوحيد اللي عملنا هو المشاركة في الانتخابات، والعملية الديمقراطية في كل بلدان العالم تقوم على أساس المشاركة.
لان الديمقراطيه هي حكم الشعب، فبالتالي اذا راحت الانتخابات انتفت الديمقراطيه بالكامل. وحتى هاي ما واصل لها التيار الصدري، ما داعين الكل لعدم المشاركه، داعين التيار الصدري نفسهم لعدم المشاركه، حتى لا يضيفون شرعيه للاحزاب السياسيه الاخرى اللي عندهم مشاكل وياهم كثيره واللي يوصفونهم بالفاسدين والتبعيين والكذا والكذا، والجماعه هم يردون عليهم يقولون احنا متبعين احنا فاسدين وهاللغط الطويل. مفوضيه الانتخابات شنو شغلها بالضبط؟ لا تدعو لي المشاركة في الانتخابات ولا تدعو للمقاطعة. زين، احنا اللي نفهمه انه مفوضية الانتخابات مسؤولة مباشرة عن العملية الديمقراطية في العراق، هي الجهة المسؤولة عن الترويج للانتخابات، عن المشاركة الديمقراطية، عن زخم الديمقراطية، عن ديمومتها. مفوضية الانتخابات ما ادري شنو قصتهم، انتم مفوضية الانتخابات مقاطعون؟ زين، رئيس الوزراء المسؤول التنفيذي الاول بالعراق، هل يدعو الى المشاركه في الانتخابات؟ لو ايضا هو يعني ما اعرف مقاطع، شنو بالضبط؟ ما سمعنا منه كلمه رئيس الوزراء حول الموضوع، حول هذا الموضوع، يدعو الى المشاركه في الانتخابات؟ يريد الشعب يروح بزخم للانتخابات لو ما يريد؟ وهذا ينطبق على الاخرين، المسؤول رئيس الجمهوريه لا ما لنا علاقه به. رايح الجيزان ما اعرف وين رايح، عموما رئيس الجمهوريه ما ادري شلون اجى برساني. المهم رئيس الوزراء والمفوضيه شنو موقفكم من الموضوع؟ هل تدعون الناس للانتخابات؟ وطلعوا قولوا لهم روح انتخبوا. في امان الله.